أنا الوادي ما سكن أرضي ساكن، لكن حويت الشرف من دون الأماكن. لما لفان السبط وانزل بالضعايل، حطوا ضع عنهم وانزلوا كلهم سوية. أنا الخلايق ما تفارقني ولا ساع، تبغي الجزء من الله ومن مكسور، وتربي جعلها الله شفاء من جميع الأوجاع. من منة الباري ومن جودة علي، ولا ملك ولا نبي إلا وجاني، ودون الأراضي بو علي خصني ولفان. تعنى لي الزوار من قاصي وعاد، لا وين يا زوار قالوا الغاضري. هذا إلى أن حصلت مشادة بين الحر وبين الحسين، فقال الحر: يا أبا عبد الله اتخذ طريق النصف. شنو يعني طريق النصف؟ يعني لا يردك إلى أرض المدينة ولا يرجعك ولا يدخلك إلى الكوفة، يعني كن هائما في البراري والقفار أبا عبد الله. التفت الحسين بأبي وأمي، قال لأصحابه: من منكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ تقدم رجل يقال له الطرماح، قال: سيدي أنا أعلم. قال: تقدم. قال: أبا عبد الله، أتأذن لي بأن أمسك بزمام ناقة زينب؟ ليش؟ لأن زينب عندما التقى الحسين مع الحر قد تداخلت الهوادج. قال: اطلب الإذن من كفيلها أبي الفاضل. أخذ الإذن، أخذ بزمام ناقة زينب وأخذ يمشي، أراد يطمئن قلوب العلويات الهاشميات. يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع في خير ركبان وخير سف. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالنصر. يا زينب الطهر وبنت الطهر، ألست عدي لسياط زجري؟ أخذت توسع الخطى. زينب مو متعودة على مثل هذه المشية، أطلت برأسها: أين قمر بني هاشم؟ قال أخي عباس: أدرك أختنا زينب. وكل ساعة عباس ونزل محمل الحق، وكل ساعة عباس ونزل محمل قالها: يا خيتنا مدللة قومين روح الكربلة. كل ساعة عباس ونزل محمل الحوت، صد الحسين وناشدة: شني نزلتك بالفلا؟ قال لي: يا خويا نزلتي تدري بختنا مدللة، ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. أخذت تسير تلك النياق
إلى موعد مع الحسين إلى موعد مع كربلاء. بينما السبط بأهله مجد وإذا الهاتف يدعوهم وينعى ويشئ إن قدام مطاياهم ساعة إذ وقف المهر الذي فعلى صهوة ثان فأبى فدعا في قومه يا قوم ما هذه قيل هذه كربلاء قال كرب وبلاء خيموا إن في هذه الأرض ملقل. يقول العلامة المجلسي سبعة أفراس يمتطيها الحسين ولا تتحرك. التفت إلى أصحابه أي أرض هذه؟ شنو اسم هذه الأرض؟ سبط الرسول بكربلة حير نجيبة ونادى شسمها القاع يا اليوث الحريبة. قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضرية ولها اسم عند الخلايق شط الفرات معنى نواو العقر يا سيد السادات. نادى وقلبه بالوجد يسعر لهيب بالله شو اسمها غير هذا يا صناديد. قالوا طفوفو كربلاء يا ابن الأماجيد. قالهم دنزلوا غير هذه الأرض ما ريد. وقولوا لزينب تستعد لها المصيب قوم يا عباس راع المرجلة نزل اختك بتعليل مدللة. قوم يا زينب ونزلي كربلاء واستعدي للمصايب والبلاء. تقول الروايات أول خيمة ضربت أطنابها في كربلاء هي خيمة الحوراء زينب. أول خيمة نزل الحسين بأبي وأمي دخل إليها أخي زينب الحمد لله على السلامة. وإذا زينب باكية لما تبكين أخي؟ أبا عبد الله أي سلامة وأنا أرى جيوشا حاطتنا من كل جانب ومكان. باساي لك يا بوسكينة هل جيش لنا لو علينا. قالها يا زينب يا حزي قالها يا زينب يا حزي هل جيوش ملتمة علينا هل جيوش ملتمة. أخي زينب هذه الأرض التي وعدنا فيها أتعلمين ماذا نلقى في هذه الأرض؟ قوم استعدي يا حزينة للرزايا في هالأرض تقضي أحبتنا ضمايا ونشرب بدل الإفراد كاسات المنايا. هالأرض يا زينب اسمها الغاضرية هالأرض يا بعد هالأرض يا هذه يا زينب كربلاء أرض المصايب فيها تشوفين الأحبة على الترايب وتغادرين الغاضرية براس شايب حسرة سبية ميسرة فوق المطية
حسرة سبية ميسرة فوق المطية، هالأرض يا زينب اسمها فيها الأرض. أنظر يا زينب علي الأكبر مشطور راسه على الثرى خده معفر، وانظر الجاسم جسمه يا زينب مجزر، وعرسه يا زينب ينختم فجعة وعزية، عرسه يا زينب ينختم فجعة وعزية، هالأرض يا زينب اسمها الغاضرية. فيها الأرض عباس يبقى على الشريعة مفضوخ راسه وحالته صعبة وفظيعة، والسهم في عينه وشفينه قطيعة، وتمشين يا زينب بعد عينه السبية، وتمشين يا زينب بعد عينه السبية، هالأرض يا فيها الأرض عبد اللطيف لي تنظرينا مخطوف لونه من العطش غارة عيونه، وتالي على صدري يا زينب يذبحونه في يوم عاشر يفطمه سهم المنية، في يوم عاشر يفطم سهم المنية، هالأرض يا خبرني جدي بهالأرض أذبح عطشان، وجسمي يا زينب تنظرين فوق تربان، وراسي يا زينب يرفعونه فوق الاسنان، وابقى ثلاثة ايام في حر الوطية، وابقى ثلاثة ايام في حر الوطية، هالأرض يا عندي علم في هالأرض مكتوب قبري، وعندي علم في هالأرض ينقطع نحري، والشمر يا زينب تشوفين على صدري، وينرفع راسي على الرمح ودمومة تجري، وتالي تنبض جسمي خين الأعوجية، نادت أينك يا قمر بني هاشم، صاحت بكافلها شديد العزم والباس، شمر ردانك وانشر البارق يا عباس، كني عاينها مصيبة شيب الراس، ما ظنتي نرجع بحوزتنا المدينة، قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين، لو تنجلب شاماتهم ويا العراقين نطحن جماجمهم وانا حامي الضعين، أنا لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف،
أنا ما يروعني طعن الرماح وضرب الف بس طلبي من الله يسلم لي لحمل على الجيمان حمله هاشمي قالت عرفك يا الأخو بالحرب وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي